كشف النجم السوري عابد فهد سر غريب جدا، وقال انه ما كانش يعرف ديانته لحد ما وصل لسن 10 سنين، واكتشف ديانته عن طريق الصدفه. وحكى عابد انه ما كانش يعرف انه مسيحي، وفي يوم كان جيرانه الاطفال رايحين يشتروا ملابس جديده في عيد الفطر، وعشان كده سال والدته: انا ليه مش بشتري هدوم جديده في عيد الفطر زي جيراني؟ فقالت له: انت مسيحي، وان مش ده عيدنا اللي المفروض نشتري فيه هدوم جديده.